طب نروح للبرازيل. يلا يلا. الاخ ده صحي من النوم كده، ففنان هو اسمه فابيو جوميز. فصحي من النوم في يوم لقى شجره قدامه هي تكملتها في خياله، تكملتها حاجه فتبقى لوحه. لوحه زي الجرافيتي والحاجات دي، وتزر ما في صور هنوريها لكم. قعد 10 سنين الاخ ده بيلف في البرازيل، وخلاص قال ايه، انا اي شجر او اي زرع هكمله برسم من عندي. 10 سنين لغايه لما اهي قدامنا اهو، يعني دي شجره. الصور دي هو عمل الوش. لا على خطيره، شفتها على السوشيال ميديا، روعه. دي جميله، تكملتها عمل لوحه من الطبيعه. واو. فكانت بقى على السوشيال ميديا، بص عامله ازاي، خرافه في الجمال. دي جميله دي. وهو رسام رائع الحقيقه، بيعمل وشوش مش طبيعيه. ده بقى كسر الدنيا. طبعا على السوشيال ميديا. طبعا، ما انا بقول لك شفتها على السوشيال ميديا، رائع. بص يعني هي مشاهد طبيعيه بيكملها بورتريهات هو بخياله، كما لو انها مكتمله كده. وده شجر على السور، يعني انا بقول لك مشاهد طبيعيه ورا شجره. ده حلو ده. شوف، يحول الشيء من حاجه قبيحه لحاجه جميله. احنا عايزين عايزين نقتبس منه الفكره. بص حاجه ازاي، ونقتبس حاجه تانية، ان السوشيال ميديا بتنجم ناس يستاهلوا التنجيم. طبعا، وبتنجم ناس ما يستاهلوش التنجيم. لا احنا عايزين ناخد بقى الحته بتاعت دول كتير، تنجم ناس يستاهلوا التنجيم. صح. وبص لا بس دي فكرة حلوه، يعني لو رسمناها كده على حيطان او على شوارعنا، على الاسوار، شجر كتير وكده، ونكمل بوشوش حلوه. احنا عندنا في عندنا مجموعه بترسم على جرافيتي، الشباب بتوع فنون، على بتوع الكهرباء، الصناديق الكهرباء، والتربيه الفنيه. طبعا طبعا طبعا، محتاجين نشوف حاجات من دي. ده خبر حلو. انتوا عارفين يا جماعه، كان في فكره حلوه قوي اتطرحت من فتره على كل العمارات اللي هي بالطوب الاحمر، يعني مش مبيضه. ان تبقى كلها جرافيتي، كلها الرسومات دي بتاعت، فانت تبقى شايف العمارات من بعيد، شايف لوح كلها وكانها كلها لوح. فلان حقيقي في وقت من الاوقات كانت العمارات بتطلع شكلها قبيح جدا. العماره شكلها عامله زي العلبه كده، ما فيهاش اي مظهر جمالي. فانا شايف ان برضو ده حل لطيف جدا، انه هيجمل عمارات كتير شكلها قبيح. صح صح، وبارخص الماتيريال على فكره. الماتيريال رخيص جدا يعني. لا، والفنان بيحس بنشوه فظيعه وهو بيحول شيء قبيح لشيء جميل. بس الفنان يحس، المواطن كمان. طبعا. صح. اللي ممكن يتاذي نفسيا برضو، بندور في فلك انه الراحة النفسية طبعاً. والسلام النفسي طبعاً. يزود عجلة الانتاج ويزود انتاجية طبعاً. الموظف، وانت نازل كده تبص شوف الحاجات الحلوة دي طبعاً. على الاسوار وفي الشوارع وفي كل حتة، اعتقد يكون ليها مردود كبير. صح. يعني لما نيجي نقول مثلا يبقى العمارات دي كلها مدهونة باللون الابيض علشان احنا عايزين فنبقى مبسوطين، لان ده هيعود علينا احنا، علينا زي في بلدان بنقعد نقول عليها ان ايه ده، بص الالوان عامله ازاي حلوه. طب ما هم بحاجات رخيصه قوي عملوا ده. صح. فخلوا نفسيتهم بالوانكم الحلوه دي. لازم نختم الحلقه النهارده. شكرا. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.